اهلا وسهلا متابعي قناه شوك تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. متابعي قناه شوك تي في، جينا صبيحه اليوم الاربعاء للاسواق الشعبيه باش نعرفوا اثمنات مع اقتراب رمضان وبالضبط المطيشه اللي كيقتنوها المغاربه بشكل كبير في رمضان. مطيشه كبيره ديال الدراهم في الاسواق الشعبيه. كتعرفوا متابعي قناه شوف تي في ان مطيشه كتغلى بزاف في رمضان وكنستعملوها بشكل كبير، فكتغلى قبل من رمضان وفي رمضان كتغلى، لكن اليوم فقط وهذا الاسبوع يستقر ثمنها على 4 ديال الدراهم، لكن شكلها راه بجوده عاليه. مطيشه كبيره وصغيره دايره 4 ديال الدراهم، تبارك الله بجوده عاليه، يعني عكس شهر واحد اللي كان الثمن ديالها 10 درهم في الاسواق الشعبيه، فما بالك في الاسواق الكبرى شحال كان يكون الثمن ديالها. جينا اليوم السوق الشعبي صبيحه اليوم باش نشوفوا نتفقدوا هل ثمن الطماطم ارتفع عن 4 ديال الدراهم، مادام طيله الاسبوع السابق كان 4 ديال الدراهم، لكن الثمن ديال الطماطم على 4 ديال الدراهم وبجوده عاليه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. الصوره كتكلم عليها متابعي قناة شوف تي في، في أشهر سوق شعبي العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية مدينة الدار البيضاء، وهو سوق درب المعيزي. درب المعيزي تمن المطيشة فيه فقط دراهم، كلشي الأسواق الشعبية ديال كازا دايره 4 دراهم، والجودة ديالها زوينة، يعني هادي لو جيتي في السابق كنتي ما تاخدهاش بهذا الثمن هذا. كيف كتابوا معنا متابعي قناه شوف تي في، مطيشه كيستقر الثمن ديالها على 4 ديال الدراهم. طيله الاسبوع ثمن مطيشه كان فقط داير 4 درهم. المغاربه تخوفوا من يسمعوا في شهر واحد ان مطيشه وصلت ل 15 درهم، ظنا منهم انه غيواصل ارتفاع مطيشه خصوصا مع اقتراب رمضان، الى انه في هذا الشهر هذا شهر استقر على ثمن 4 ديال الدراهم في الاسواق الشعبيه. ممكن تشاركونا متابعي قناه شوف تي في تعليقاتكم وتفاعلاتكم في هذا البث المباشر، شحال واصله في المدينه ديالكم؟ حنا في كازا 4 ديال الدراهم، بعد المدن الداخليه وصل الثمن ديال المطيشه درهم فقط في الجمله، وكتباع لهم في الاسواق بجوج ديال الدراهم وبجوده عاليه وتبارك الله بحال هكا كبيره، يعني انخفاض كبير نستعملوها حنا كمغاربه في شهر رمضان بشكل كبير، يعني خصوصا قبل رمضان كيقتنيوها الناس في هذه الايام وكيقتنيوها بشكل كبير باش كيستعملوها ويطحنوها ويديروها ويديروها في الحريره، لان كنعرفوا ان الطابله المغربيه ما كتخطاهاش في رمضان الحريره. متابعي قناه شوف تي في، جينا عن قصد السوق الشعبي باش نسولو على ثمن مطيشه، واش كاين شي ارتفاع في ثمن الطماطم بحال كما شفنا في الفواكه، حبل الملوك اللي واصل الثمن ديالو 400 درهم، فجينا باش نعرفوا في الاسواق الشعبيه شحال ثمن الخضر بالضبط. المطيشه اللي كنقتنيوها سلاوي، سلاوي كنعرفوا وصلت 260، ولكن سلاوي ما كنستعملوش بشكل يومي، ما كنستعملوش بشكل كبير، يعني نقدروا نستغناو عليه في الظرفيه اللي يكون هو طالع فيها، لكن مطيشه كنستعملوها بشكل كبير. ومطيشه متابعي قناه شوف تي في وصلت في شهر واحد، وكل المغاربه بقاو كيتسائلوا واش غادي يبقى هذا الثمن يتمدد حتى شهر رمضان، الى انها انخفضت بشكل كبير. مطيشه بجوده عاليه وموجوده، والصنادق ديال مطيشه فقط الثمن 4 ديال الدراهم. مشيتي شي اسواق كبرى كتلقاها تتراوح ما بين 5 ديال الدراهم، يعني الحمد لله من خيرات بلادنا مطيشه موجوده، يعني رخيص ماشي غالي. حنا في كازا ومطيشه دايره عندنا 4 ديال الدراهم، اما بعض المدن فقط 2 ديال الدراهم درهم. متابعي قناه شوف تي في، حنا الان جينا لسوق شعبي مشهور بزاف كاين في المدينه القديمه في درب المعيزي، اللي كنعرفوا ان الناس هنا اللي كتقضى من درب المعيزي هي طبقه متوسطه، هي ناس ما فحالهمش، يعني الخصه ديالهم على قد الحال. جينا نشوفوا واش هاد الناس حتى هما من حقهم يستعملوا الحريره، واش هاد الناس حتى هما الخضره بالنسبه لهم رخيصه. فانتوما متابعي في تعليقاتكم واش هاد الثمن هذا ديال 4 دراهم مناسب ام لا، فكنظن ان هاد الثمن هذا مناسب
مقارنة مع ثمن مطيشة اللي كان واصل في شهر 4 ديال 15 درهم عفوا، يعني 15 درهم جوج كيلو راه 30 درهم، عكس ذلك راه جوج كيلو 8 درهم. رشيد قال لك الحمد لله الخير، الحمد لله من خيرات البلاد ما شاء الله، اللهم أزيدها نعمة. شكرا لك رشيد المباشر. أيضا ممكن تشاركونا في تعليقاتكم وتفاعلاتكم في هذا البث المباشر، شحال وصل ثمن مطيشة في الأسواق الشعبية عندكم في المدينة ديالكم، باش نعرفوا ثمن الخضر في واصل فين واصل. أكيد وحنا أكيد كلنا ضد أنه يرتفع ثمن الخضر في شهر رمضان، لأن كان فرصة شهر رمضان كنعرفوا أنه الناس كتقتني الخضر بشكل كبير ومطيشة بشكل كبير. فمن يسولنا متابعينا قلنا ليه شنو أسباب ارتفاع ديال الخضر في شهر رمضان، قال لنا فقط غير هذاك التاجر هو اللي كيزيد فيه، أما دابا شهر جوج فراه الثمن غيبقى الثمن ديال مطيشة خاصو يبقى في رمضان 4 ديال الدراهم. فإلا تزاد الثمن مطيشة في رمضان فهو فقط هو التاجر اللي زاد مستقر على هذا الثمن هذا 4 درهم، بالعكس يزيد ينخفض، لان الحمد لله ما شاء الله المطيشة عندنا موجوده، بالعكس يعني موجوده بشكل كبير، فالثمن ديالها قر على الثمن اللي هو 4 ديال الدراهم. الاسبوع كامل وحنا تنجيو للاسواق الشعبيه باش نسولو على ثمن مطيشه شحال وصل، والثمن ديالهم كيستقر الدراهم. شكيب قال لنا 3-4 ديال الدراهم، شكرا للتفاعل ديالك شكيب في هذا البث المباشر. شكيب ممكن تذكر لنا المدينه اللي انت فيها واصله فيها مطيشه 3-4 ديال الدراهم؟ ايضا بغيناكم تكتبوا لنا في التعليق شحال هو الثمن في المدينه ديالكم ساكنين فيها، واش حسنتم فعلا 4 ديال الدراهم. اذا متابعي قناه شوف تي في، شكرا لتتبعكم هذا البث، وصلنا لنهايه ديال